السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد إن شاء الله سنتكلم فيه مع المرأة، وليش المرأة بالذات تحديدا راح نحكي وراح نعرف من خلال الفيديو. لكن حتى لا يضيع عمرك، كثير من النساء وموجودة دائما، وأعتقد موضوع لا يخفى على الجميع، بتقول لك عمري ضاع مني. وكثيرا ما ترى نساء يعني أموات، لكنهم يأكلون ويشربون ويمشون ويربون ومتزوجون ويزورون ويتكلمون ويغتابون وينمون، لكنها ميتة. ميتة بمعنى أنه ما عاد فيه عندها روح. فاليوم حديثنا للمرأة، لماذا تشعر المرأة بأنه حياتها انتهت في وقت مبكر؟ لماذا تستصعب المرأة التغيير؟ لماذا ترى دائما أنه لا يمكن تتغير الوضع؟ هل الموضوع موضوع تفكير عام؟ هل الموضوع موضوع مجتمع بالكامل؟ ولا هو موضوع متعلق بالشخص نفسه؟ بنسأل حالنا دائما سؤال فلسفي، إذا كان الله عادلا، أنا يعني خليني نحكي بعقل، إذا كان الله عادلا فكيف له أن يكون عادلا إذا كان نحن ظروفنا صعبة؟ يعني كيف أنا مثلا ظروفي صعبة ومجتمع شرقي ومش عارف إيش وكل هالكلام، وبعدين أنا حزين وحزينة وراح أموت وأنا حزينة، وبعدين ربنا بدي يجي يحاسبني، على إيش بدي يحاسبني؟ أنا ظروفي صعبة. لذلك أنا بقول موضوع المعتقدات الدفينة اللي موجودة فينا مهمة. معظم الناس تقول أن الله عادل لكن تفعل أن الله ظالم، والعياذ بالله. لكن اليوم لن نتكلم بهالموضوع ولن أخذ للشق الديني لأنه مش شغلتي. أنا سأتكلم بموضوع نفسي. أكبر مشكلة عند المرأة وعند الرجل، لكن عند المرأة، هي طريقة التفكير. وأنا هون ما راح أحكي طريقة التفكير بشكل عام، أنا راح أحكي مصطلحات علمية. في ناس بتفكر بالتغيير أنه أنا بدي أغير حياتي، بنسميه نوع من أنواع التفكير، بنسميه التغيير الدرامي، dramatic way of thinking about change. يعني بدهم التغيير يجي في كل شيء مرة واحدة. يعني بدها تصحى الصبح تلاقي جوزها صار ملاك، بدها تصحى الصبح تلاقي أولادها أحسن أولاد في الدنيا وأنجح أولاد في الدنيا، بدها تستيقظ مرة هيك في الصباح وتحس إنه وزنها نزل 40 20 30 50 كيلو، ما بعرف أيا كان. هذا نوع من أنواع التفكير، مدمر محطم، وهو يعني أنا لا أريد أن أعطي رقم لكنه الأشمل والأكثر شيوعا. وهناك نوع آخر من التغيير يسمى التغيير التدريجي، طريقة التفكير التدريجية في التغيير، اللي هو بيحكي لك، وأنا نصيحة اسمعوها مني أقول لكم، لا تدعوا لي، إن شاء الله المنفعة اللي بتجيكم بيجيني الأجر مباشرة، ما بدي حدا يدعي لي. غير شغلة بسيطة أختي الكريمة، غيري أتفه شيء ممكن في حياتك، أتفه تغيير ممكن في حياتك، جربيها. عنا ناس أخذت الدكتوراه من وراء التغيير، تغيير صغير في حياتها. اليوم أنا تلقيت من إحدى السيدات اللي معاي في مدرسة الحياة إنها حصلت على رسالة الدكتوراه. هذه السيدة كانت تعاني لفترة طويلة، قدمت على رسالة الدكتوراه مش عارفة تقدمها، بتقول لك مش قادرة أقدم، خلص مش بديش أدرس. ففكرة إنه بعد انقطاع تحصل، لأنه طبعا موضوع مدرسة الحياة موضوع طويل، وأنا أتمنى من الله إنه في يوم من الأيام هذا يصير منهج يدرس، وبتمنى إنه الناس تفهم إنه هذا الكورس ما هواش كورس تجاري، هذا كورس متعب ولكنه مفيد. على كل مش موضوعنا، التغيير التافه البسيط سيغير حياتك للأبد. تجربة جميلة جدا انعملت، جابوا حجار الدومينو، الدومينو هي حجار، فجابوا حجر، بعدين الحجر اللي بعده كان 50% أكبر منه حجما، بعدين الحجر اللي بعده أكبر 50%. لما ضربوا أول حجر اللي هو الحجر الصغير، الصغير أصغر واحد، وقع الحجر اللي بعده اللي هو أكبر منه نسبيا، والحجر اللي بعده وقع اللي أكبر منه نسبيا، والحجر اللي بعده وقع أكبر منه نسبيا. وهنا هذا الشيء، وطبعا هذا موجود في الكتب ومكتوب ودراسات عملت وعملوها، وفي فيديو موجود في اليوتيوب اللي حابب يرجع، حجار الدومينو وهي بتوقع بعضها. الفكرة فكرة انه تغيير بسيط ينتهي بنتيجة كبيرة جدا. فأنا بنصحك نصيحة أختي الكريمة، ما رح تغيري جوزك، مؤبد، هاي بحكي لك إياها من عندي، مؤبد. وأصلا أكبر مشكلة عملوها في حياتنا اليوم للأسف الشديد، هذا التفكير عادل علماني والكذا، إنه اليوم نجعل المرأة والرجل مش طايقين بعض، وفي أي لحظة نرجع للقانون على حساب المشاعر والعواطف. التفكير العلماني هو تفكير فصل عن أي شيء مقدس، لا يوجد شيء مقدس، الموضوع كلياته عبارة عن مادة ومصالح، وهي ما تسمى بالعلاقات التعاقدية، بيني وبينك عقد،
انت بتكشر مش طايقيتك، طلقني، ارمي اولاد في الشارع. اللي بدي احكيه في تغيير اهم من انك تغيري جوزك او تغيري اولادك، في تغيير اللي هو تغيري نفسك انت. وهذا الموضوع قد يبدا بشيء بسيط. اقول لك على اتفه شيء، شو انا عايش يعني على ايش بحكي. حاولي تستيقظي نصف ساعه مبكر، بس قومي نص ساعه مبكر، اقري نص صفحه باليوم. والله العظيم انا عم بحكي وانا هذا نص صفحه باليوم، احكي لك اياها بلاطه، احكي لك اياها هيك على اختصار. هذا مبدا بسموه ال 1 مينيت لو. 1 مينيت تقدر تعمل شيء لمده دقيقه واحده ما عملته قبل الان، اي شيء لمده دقيقه. والله اذا ما عندك دقيقه لنفسك انت حره، يعني احنا بنحكي مع الناس اللي عندها دقيقه في اليوم ممكن تعطيها لنفسها، واذا قدرت تعمل دقيقتين او 5 دقائق، حتى لو حكينا 20 دقيقة وهو مش كثير، بس أنا بدي أبسط لك إياها ببساطة بساطة. عادي صغيرة تافهة ممكن تغير تغيير جذري في حياتك، صغيرة تافهة. أنا الله يرحمها والدتي، سألتها مرة قلت لها أنت كيف وصلتي لمرحلة صارت تقرأ كل 3 أيام كتاب؟ أمي كانت 3 days one book 3 days one book، لدرجة أنه نحن صار عندنا مشكلة انه ما عاد في كتب ممكن تقراها، يعني صار عندنا مشكله وين ندور لها، الله يرحمها، وين ادور لها على كتب جديده. سالتها مره كيف وصلتي لها المرحله، قالت لي وهي صغيره، صغيره يعني احنا بنحكي بتقول لي ايام ما كنت مراهقه، يعني ايام مراهقه كان عمرها 16 سنه، بتقول كنت بديت اعمل عادي انه قبل ما انام عشان اعرف انام كان عندها ارق، فصرت وانا بدرس، بتقول هي وانا بدرس بنعس، فقلت ليش ما اقرا قبل ما انام عشان انام، فبدات بصفحه واحده تقراها وتنام، بعدين الصفحه صارت عادي، وبعدين الصفحه صارت صفحتين، وبعدين وهي بتقرا اكتشفت انها مستمتعه، وبعدين هي بتقرا صارت تتخيل، وبعدين مره قرات فقرات عن التربيه فصارت تحلم انه بكره حتتجوز ويصير عندها اولاد وحتطبق هالشغلات على اولادها، وابنها حيصير كذا وابنها حيصير كذا. موضوع تافه بلش من قراءه صفحه صغيره، صفحه. الانبياء لما نزلوا بالرسل، وانا خليني ما اتفلسف، انا احكي عن الدين اللي انا معتنقه الاسلام، رسول عليه الصلاه والسلام ما بدا مباشره بكل شيء، صلي وصوم وزكي وحج، لا لا، يعني حتى الخمر تم تحريمه على درجات. تغيير بسيط تافه، وانا متعمد احكي كلمه تافه، قد يغير حياتك للابد. تغيير صغير تافه قد ينتج ولد ندعي لك، نقعد كلياتنا ندعي نقول الله يرحم اللي ربته، وفي يوم من الايام تكوني واقفه او موجوده في مكان لا نعلم هو في علم الغيب، وتجيكي دعاوي بسبب تغيير سخيف تافه لكنه يجر وراءه تغييرات اخرى. موضوع بناء العادات موضوع طويل وفي كلام كثير، وانا في مدرسه الحياه كثير بحكي في موضوع بناء العادات، وفي شيء بسموه تراكب العادات، وفي شيء بسموه ديسيجن فتيج، شغلات كثير علميه، لكن هذا مش مجالي لانه هذا بده تدريب. لكن لن نبخل بمعلومه قد تفيد شخص ياخذها ويبني عليها. ابدأي بي وابدأ، لأنه تصلح للرجال والنساء، لكن احنا كلامنا مع النساء لأنه أترجاكم إنكم تربون لجيل يغير، بترجاكم. كل المشاكل اللي احنا فيها مش أنتوا سببها، بس أنتوا تستطيعوا أن تعالجوها. المرأة أكثر قدرة على علاج المجتمع، لذلك المرأة مشهورة دائما، الممرضة دائما، لما نحكي ممرضة بيجي في بالنا امرأة، صح ولا لا؟ فلذلك المرأة تستطيع أن تغير كثيرا. وكل القادة العظام كان وراءهم نساء، كلياتهم كان في وراءهم نساء. فلذلك أنا بحكي غيري شيء بسيط قد تتغير حياتك وتتغير حياتنا، وندعي لك، وأولادي يدعوا لأولادك إن شاء الله ويقولوا يا سلام ونعم اللي ربت من وراء تغيير بسيط. أنا يعني ما بدي أقطع الفيديو بدون ما أعطي الصورة الكاملة ونعطي أمثلة ثانية. إحنا حكينا عن موضوع القراءة، موضوع الصحيان، إنه أنا أصحى نص ساعة بدري، أنا ما بدي إياك تصحي نص ساعة بدري. هلأ في وحدة عم تسمعني، أنت عارف ظروفي، أنت عارف أنا بصحى من وجه الفجر وأنا قاعد بطعمي فلان وبأكل فلان ويا ريت حدا عاجبه. اصحي نص ساعة بدري عشانك مش عشانهم، مش عشانهم، اصحي عشانك. قومي نص ساعة، ما بعرف شو بدك تعملي، اقري قرآن، صلي، اقرأ كتاب، العب رياضة، تنفسي تنفس عميق، خططي ليومك، اكتبي، ما بعرف، اعملي اشي عشانك. حياتك مش انت مش موجودة عشان بس الكل، انت موجودة كمان عشانك. انت وين تقعد مع اي وحدة بتقول لك انا والله بطعمي وبغسل وبكوي وبنظف وبحفظ
وبطلع وبعزم وبدير بالي على أولادي. وبعدين ومضى قطار العمر يا وردي، بتلاقي وحدة قاعدة عمرها 50 سنة بس مبين عليها عمرها 90 سنة، وقاعدة محطمة، يعني بتحس إنه يد الحياة عصرتها عصر، ومحملة جميلي للعالم كله: أنا تحملت عشانكم، وأنا عملت عشانكم، وأنا سويت عشانكم. وحتى لو ما حملت، وحتى لو كانت، وكل النساء، كل الأمهات، ما أجمل الأمهات، ما أجمل هالكلمة أم، لكن برضو أنت بتزعل. وين نصيبك من الدنيا؟ أنا ما بقول لك اتركي مسؤولياتك، أنا بدي إياك تستمتعي بمسؤولياتك، أنا ما بدي إياك تتعبي وأنت عم تعملي مسؤولية، لأنه أنت جردتي المسؤولية وعملتيها علاقة تعاقدية. أنت ابني بتعطيني شعور الأم، أنا راح أعطيك طاقة، وبعدين أنا بطلع ولد غير بار، بطلع ولد عاق، بتصيري أنت تلومي نفسك. شفت أنا قدمت وأنا سويت وأنا عملت، وبتنسي أنه يعني حتى إذا جاء سورة الكهف: وجد غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. يعني العبد الصالح قتل نفسه، فقال له بعدين في الشرح انه كانوا ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. وبتعرفي انت اذا انت مسلمه بتعرفي انه سيدنا نوح لاخر لحظه هو بدعي لابنه. الفكره فكره انه انت تعملي اللي عليك بس عن حب. المراه تموت اذا غاب الحب من حياتها، ولذلك اذا لم تعرف كيف تحصل على الحب بالطريقه الصحيحه تبحث عن الحب في اماكن خاطئه. وهنا يأتي الناس اللي بتتاجر بالمرأة. أكبر تجارة في العالم تجارة عدم الرضا للمرأة، مكياج، عمليات تجميل عشان التخسيس، الأزياء عشان المرأة تضولها طول عمرها غير راضية عن نفسها. لازم أنزل وزني شوي، الفستان هذا صار قديم، الشنطة هاي راحت موضتها، الميك اب الفلاني، والله بيعملوا عمليات بينفخوا وبنفسوا وبوتوكس وفيلر ومش عارف ايش. وصارت المرأة في معركة دائمة انها توصل لمرحلة تحب حالها مش قادرة. ليش؟ لأنه عملوا الموضوع مادي. مادي. بينما الموضوع ولا له علاقة بالمادة. ما له علاقة بالمادة. بتشوف سيدة وجهها كله تجاعيد، بس أجمل من ملكة جمال العالم. ليش؟ روحها مبينة، روح العطاء. تشعر أنك ترى نهر، تشعر أنك ترى غيمة ممطرة في فصل يحتاج فيه المزارعين للماء، مستمر مطرها. هذه هي المرأة، هاي المرأة اللي بتكون حابة حالها وراضية، مش فارقة معها نزلوا موضة جديدة ما نزلوش موضة جديدة. استثمارات بتروح بالمليارات بالمليارات على حطة حمرة وحطة مش عارف إيش وعملت كذا وسوت كذا مليارات. ولذلك المجتمعات، أنا ما بحب أعمم، يعني بحبش التعميم، لكن عم نحكي بشكل عام إنه عندما تريد أن، لأنه في شيء بيسموه القيمة، عندما لا يكون هناك قيم يصبح كل شيء نسبي. يعني أنا أشيل القيمة، قيمة بر الوالدين، بر الوالدين قيمة، لأنه مش ضروري يكون أبوي عمل كل اللي بإمكانه عشان أنا أعيش حياة مرفهة. ممكن يكون أبوي ما كان سائل فيني بالمرة، بكبر أنا بس بيكون عندي قيمة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا على مستوى ديني، أو قيمة إنسانية إنه هذا أبوي. هاي القيمة لازم نسلخها. كيف نسلخها؟ ودي أبوك لدار العجزة وانت هيك ما رميته في الشارع. الموضوع تعاقدي، انت دفعت علي يابا، أنا راح أدفع عليك، راح أوديك على دار عجزة، أنا ما رميتك في الشارع. هنا جردت القيمة، أصبح كل شيء نسبي، كل شيء في الدنيا نسبي. أنا ما بديش يعني هاي فلسفة كبيرة وما بدي أدخل، لكن عم نجيب الشيء المفيد هون. هذا الموضوع لازم نهتم فيه. أيتها المرأة إذا كنت تسمعيني، ابدأي بتغيير بسيط. هذا التغيير البسيط قد يقود إلى تغيير أمم، قد يقود إلى تغيير تاريخ. تاريخ كامل ممكن يتغير بتغيير بسيط. فأتمنى يكون الكل سمع القصة وانتبه عليها، وأدعو لكم. أنا عندي مشكلة في مواضيع الأعياد، عيد الأم وعيد الأب، وأنا حقيقة بواجه مشكلة. أنا لست ضد الأعياد، لكن بحس أنه يعني ما بعرف، ما بحب الجبر في هالموضوع، لأنه عيد الأم وعيد الأب وهالأعياد انعملت أيضا لنفس المبدأ، لأنه ما ظل في قيم. إذا غابت القيم أصبح كل شيء تعاقدي، بمعنى انه انا بتعاقد مع ابوي، انت في عيد الاب انا ببعث لك هديه،
وانت يا امي في عيد الام راح نعلم بعضنا ومش عارف نعملها مفاجاه، وانا ضد هالموضوع، مش ضد هالموضوع، لكن اتمنى ان يكون ساري على مدار السنه. اخ لو ترجع امي لكل يوم عملت لها عيد، لو ترجع امي كل يوم كان عملت لها عيد. لذلك انا بحكي ما نختصر، يقول لك تسمع ناس بيقول لك اوه شو في مالك عيد الام جاي مصاريف هسه بدك تقعد، وبعدين امي وحماتي وبدي اجيب لمرتي وباسم اولادي، ما هو اولادي بيشتغلوش فانا اللي بدي اجيب. فاصبح الموضوع موضوع تعاقدي. فصل القيم عن الانسان وتحويل الانسان الى ماده، وكل علاقاتنا في بعضها هي علاقات تعاقديه اذا بتدفع لي هذا. لذلك انا بكون حريص دائما انه اطلع بفيديوهات، وناس بتقول لي ليش تطلع بكل هالفيديوهات يا دكتور، اختصر واعمل مش عارف ايش عشان انما الموضوع مش موضوع تعاقدي، هيها فيديوهات مجانيه لانه هذا شيء ضروري حتى نحافظ على انسانيتنا. هذا هو ما بقي لنا الانسانيه. برجع بعيد وبكرر في النهايه، مدرسه الحياه ان شاء الله راح نبدا كورس جديد في بدايه شهر 7. ايضا استراتيجيات التعامل مع الخوف ورفع الثقة في الذات أيضا في 1/7 إن شاء الله، بالإضافة إلى تدريب المدربين. أتمنى أنه يعني ما شاء الله في إقبال على الكورس، أتمنى أنه نطلع بفريق كامل من المدربين اللي يأخذوا رسالتي ويطوروها ويعملوها أفضل مني وينشروها في كل العالم، وبالآخر أنا إني مصلحة إن شاء الله بيجيني الأجر، ما بعملهاش لسواد عيون الناس، لا إن شاء الله بيجي أجر، والأجر بروح لوالدتي ووالدي. وبمناسبة عيد الأب يعني كل عام وانت بخير يابا، مع العلم كل يوم بحكي لك اياها، بس كل عام وانت بخير، بتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، نراكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على فكرة قبل ما انسى، باقي 9 ايام وسيغلق باب التسجيل، ما حدش يزعل منا، بعد باب التسجيل ما يغلق صعب انه نحن نقبل ناس لانه بتكون الدورة ابتدت. السلام عليكم.